السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، أهلا وسهلا بكم مجددا في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. اليوم إن شاء الله قبل ما نبدأ الدرس كنعاود نشكركم جزيل الشكر على المتابعة على التعليقات. اليوم إن شاء الله كما تلاحظوا في السبورة عندنا الدرس ديال التراكيب، عندنا النعت الحقيقي وعندنا النعت، هو جوج الأنواع ديال النعت، كاين النعت الحقيقي والنعت السببي. اليوم بإذن الله غادي نديرو النعت الحقيقي. اذا غادي نشوفوا على الجدول ونشوفوا الامثله اللي عندنا، مفهوم؟ اذا غتبعوا معايا. عندنا ان شاء الله عندنا الجمله الاولى، اختطف علي الكره الحمراء. اذا غتلاحظوا عندنا هنا، انا ما غنقولش لكم ان النعت ياتي فقط في الجمل الفعليه ولا غير الجمل الاسميه، النعت ياتي في الجمله الفعليه وكذلك في الجمله الاسميه. اذا هنا درت فقط الجمل. إذا هنا اختطف علي الكرة الحمراء، إلا لاحظتوا معايا مزيان، هنايا هاد الكلمة الحمراء اللي مسطرة على جوج الخطوط، هنا عندنا كلمة هاد كلمة الكرة يعني درت لها سطر واحد. اختطف علي الكرة الحمراء، بماذا وصف وصفت الكرة هاد الكرة باش وصفناها؟ كيفاش دايره؟ كيفاش النعت ديالها؟ باش نعتوها لينا باللون الاحمر بالكرة الحمراء، يعني وصفنا الكرة. إذا يقدر يقول حيدوا كاع الحمراء، يعني ما اختطف علي الكرة، يعني وهنا حبست الجملة وهنا عطاتنا جملة مفيدة، ولكن هنا الكاتب يعني قرر أنه يعطينا اللون ديال الكرة. إذا وصف الكرة ولا نعت داك الوصف ديال الكرة عطاها لينا، هي الكرة الحمراء. إذن هذا هو ما يسمى بالنعت. النعت هو ذاك الاسم الذي كيعطي، هو اسم تابع لمنعوته، كيوصف لنا ذاك الاسم اللي سبقه، كينعت لنا ولا يصف لنا الاسم الذي قبله، كيوصف لنا هذا الاسم اللي قبل منه. إذن الكرة ماذا؟ الحمراء. إذن هو اسم تابع يصف الاسم الذي قبله. إذا إلى جينا مثلا نديرو الإعراب، غنقولو اختطف فعل ماضي مبني على الفتح، علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ماذا اختطف علي؟ اختطف الكرة. إذا ما الموقع ديالها من الإعراب؟ مفعول بحسن جدا، مفعول ب. إذا اختطف علي الكرة مفعول ب، وهو منعوت، هو اللي منعوت، هو اللي وصفناه كيسمى، هو مفعول به بالنسبه للتراكيب في النحو، هو مفعول به ولكن هو منعوت الكرة. كيفاش دايره هذا؟ ماشي كيفاش، يعني باش نعتنا الوصف ديال هذه الكرة حمراء. إذا الكرة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، الحمراء نعت تابع لمنعوته، نعت تابع لمنعوته، لأن النعت بالنسبة للنعت في اللغة هو الوصف، والله هو الصفة، كيوصف النعت هو اللي كيوصف لك، وصف لينا حنايا يعني الشكل ديال الكرة، يعني هنا وصف لينا أن الكرة هي حمراء. إذا هذاك هو النعت، النعت هو اسم تابع للمنعوت، المنعوت اللي هو الاسم الذي يسبقه. انتبهوا مزيان، الكرة الحمراء. إذا المنعوت هو شكون هو اللي تنعت هنايا؟ ما هي الكلمة المنعوتة؟ الكرة هي الكلمة المنعوتة، هو اللي كيتسمى المنعوت، المنعوت هو اللي وصفناه. إذا ما هو فينا هو النعت؟ باش توصفات هذه الكرة، حسن جدا، الحمراء هي باش توصفات هاد المنعوت. إذا في وجه المطابقة فاش كيتشابهوا؟ لأن النعت كيتبع المنعوت ديالو في كل شيء، فهمتي؟ في كل شيء، يعني يتبعه في كل شيء. فيما تبع المنعوت النعت المنعوت، كيفاش دايره الكرة؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد. إذا تبعوا فماذا؟ في الإفراد، حيت إذا كان المنعوت مفرد، النعت حتى هو خصو يكون مفرد. إذا المطابقة يطابقه في أولا الإفراد، ملي كنقول إفراد يعني واحد. كذلك الكرة، واش هي مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، حسن جدا. كذلك في التأنيث، ملي كنقول التأنيث
يعني المؤنث تأنيث. هنا قلنا في الإفراد وحدة، كذلك في التأنيث، واش في التعريف ولا في التنكير؟ واش هو معرف ولا نكرة؟ معرفة. إذا عندنا المعرفة، إذا كذلك تبعاته فاش هذا النع تابع المنعود ديالو، كذلك في التعريف. اللي كنقولوا التعريف انهم بجوج هم عندهم يعني يتطابقون في كل شيء، شتي النعت يعني كيتبع المنعوت ديالو في كل شيء. اذا قلنا اولا تابع النعت المنعوت في الافراد، تابعه في التأنيث، تابعه في التعريف، وتابعه كذلك في في الاعراب. كنقولوا في الاعراب، ما معنى الاعراب؟ هذا يعني منصوب وهذا منصوب، كذلك في الإعراب. واش فهمتوا دابا؟ يعني دائما النعت يتبع المنعوت في كل شيء، كيتبعوا في كل شيء، كيتشبه. لا ما يمكنش يكون عندنا هنا نكرة وتكون هنا معرفة، ما يمكنش. شخصية النعت خاصو يتبع المنعوت في كل شيء. هذا بالنسبة للجملة الأولى، المطابقة كاينة في الإفراد، في التأنيث، في التعريف، وكذلك في الإعراب. نمر هنا الجملة الثانية، هذه المرة نشوفوا. غرس البستاني شتلة صغيرة. هنا كنلاحظوا كذلك هنا عندنا سطر على كلمة صغيرة. صغيرة هو نعت يصف لنا المنعوت، المنعوت هو الاسم الذي يسبقه. إذا هالشتلة هو النعت، هو المنعوت. كيفاش وصفها لنا؟ بأن هاد الشتلة صغيرة. إذا هاد الصغيرة هذا هو نعت تابع لمنعوته، والمنعوت هو الاسم الذي يسبق النعت. إذا إذا أردنا إعراب هذه الجملة، هذا من باب أنه يعني تفكر في الإعراب. غرس شكون؟ فعل ماضي مبني على الفتحة. جدا، من قام بهذا الفعل؟ البستاني. محل من الإعراب؟ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ماذا غرس البستاني؟ شتلة. وحنا هذا المنعود راه كنعطيوه الإعراب ديالو. شتلة هي ديك الشتلة، ديك اللي كنغرسو، داك الشتلات ديال الشجر، ديال دوك الشتلات الصغار ديال الأشجار اللي كنغرسوها، كيتباعو عند مالينا. إذا شتلة هي هنا خصنا نعرفو الإعراب ديالها. شتلة هي مفعول به، كنعطيوها مفعول به، وهي منعود. علاش قلنا لها منعود؟ هي اللي نعتها النعت. إذا هنا شتلة هي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو منعوت. ملي كنقولوا منعوت هي اللي تنعتت بأنها صغيرة. إذا صغيرة هي نعت تابع لمنعوته، تابعوا. إذا هنا كنقولوا أش المنعود هنا في هذه الجملة، فين هو المنعود؟ هو شتلة، هو المنعود. حسن جدا، شتلة. النعت صغيرة هي باش نعتناها شتلة صغيرة. في ماذا تابع النعت المنعوت؟ أشنو هو وجه التطابق بيناتهم؟ فاش كيتطابقوا؟ فاش كيتشابهوا؟ أولا في الإفراد، ما معنى إفراد؟ أنه شتلة مفردة صغيرة كذلك مفرد. حسن جدا، في الإفراد. ثاني حاجة في التأنيث، ما معنى التأنيث؟ كلهم مؤنثة، النعت هنا جاء المنعوت مؤنث، كذلك النعت يأتي مؤنث في التأنيث. حسن جدا، ماذا أيضا؟ لا ليست معرفة، انتبهوا مزيان، ليست معرفة. هل هذه شكل معرفة؟ في التنكير نكرة. حسن، التنكير عكس التعريف، التعريف هي هذه الكرة الحمراء، أما هنا في التنكير. لاحظوا مزيان، ملي جاء لما جاء المنعوت نكرة، كذلك النعت جاء كذلك نكرة في التنكير. وكذلك فاش؟ ما كيبانش هنا، غادي نحاول ما أمكن نشوف، كنعتذر لأن هنايا بان لي ما غايبانش لكم في التصوير. إذا هنا غادي ندير
التاليف هنا كذلك هنا التنكير واش اخر في كذلك في الاعراب هنحاول نشوف واش غيبان باش يبان اذا هنا التنكير هادو هما والاعراب اخر حاجه جاوا في الاعراب كذلك هنا المنعوت جاء منصوبا كذلك النعت جاء منصوبا في الاعراب اذا نمر الى المثال الثالث عندنا هنا توصلت ببطاقه بريديه كذلك نلاحظ هاد بريديه عطتنا نعت وصف للبطاقه حيت توصلت بواحد البطاقه ملي كنحبس في البطاقه ما يعني ما وصفتش ديك البطاقه كيفاش واش البطاقه ديال البريد ولا بطاقه ديال الصوره ولا اي بطاقه ما ولكن لما كنت بريديه عطيت الوصف الدقيق البطاقه اللي توصلت بها فهمنا اذا هنا توصلت ببطاقه بريديه عطاونا النعت ولا الوصف لهذاك الاسم اللي جاء قبل منها اللي هي البطاقه هنا كذلك اذا اردنا اعراب هذه الجمله من باب انه يعني انا تذكير توصلت اشكون توصل فعل ماذا فعل ماضي مبني على ماذا مبني على السكون لان الاخر الاصل ديال الفعل هو كيحبس في حرف اللام اذا توصلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بماذا بتاء المتحركه هذيك التاء المتحركه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اذا توصلت هنا درنا الفعل الفاعل حرف هذا باش يكون ب حرف جر حسن جدا حرف جر بطاقه اسم اسم مجرور حنا خصنا نتفكروا باش حيت الاعراب راه حتى هو مهم بطاقه اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره اذا ببطاقه ماذا بريديه بريديه هي نعت نعت ماذا نعت تابع لهذا المنعوت ديالو بطاقه وصف البريديه وصف للمنعوت اللي هو البطاقه اذا بطاقه هي المنعوت هي اللي تنعتات تفهم مزيان بريدية بريدية هو النعت إذا هنا كذلك فيما كيف ما هو وجه التطابق بين النعت والمنعوت فاش مطابقين في الإفراد كلهم كذلك هنا الإفراد واش آخر؟ التأنيث حسن جدا التأنيث تقريبا كيتشاو كلهم نفس الجمل وماذا أيضا؟ لا ماشي التعريف العكس ديال التعريف التنكير كذلك في التنكير في التنكير شوفوا لي هنا واش غادي تبان لك كتبتها هنا غتبان التنكير واش اخر اخر حاجه هو الاعراب لان جات هذيك مكسور مجروره كذلك النعت جاء مجرور هنا شنو تفهم مزيان هنا عندنا بطاقتين هي جات مجروره هنا كذلك مجروره إذن هنا باش نعرفوا أن النعت يتبع المنعوت في كل شيء كما جا المنعوت راه غادي يجي النعت نمر إلى آخر ماشي قبل الجملة اللي قبل من الآخر محمود تلميذ مجد هنا غنلاحظوا هذه كلمة مجد مجد أش عطاتنا؟ عطاتنا يعني وصفات لينا التلميذ نقدروا إلا مثلا ما قلناش تلميذ محمود تلميذ يعني هذا حسيت الجملة هنا ولكن جات هذه الكلمة هذه ديال جات كلمة ديال مجد باش تعطينا الوصف
ولا النعت ديال هذا التلميذ، يتوصف لنا ذاك التلميذ كيفاش داير، ومجد ماهر ولا مثلا مجتهد ولا كاسل، يعني عطاتنا مجد. هذه الكلمة ديال مجد هو النعت اللي المنعوت ديالو اللي هو التلميذ. وكتلاحظوا هنايا ان الجملة هنا جاءت جملة اسمية ليست جملة فعلية، لان النعت ما كيقتصرش انه نقول لكم غيجي غير في الجملة الفعلية، ولا كيجي في جميع يعني الجمل سواء كانت جملة فعلية ولا جملة اسمية. اذا هنا ما دامت الجملة هنا جملة في اسمية غادي نحاولوا نعرفوا محمود ولا شكون في الاعراب. لا لا مبتدا دائما اذا كانت بدينا بالاسم، يعني الكلمه اللي كتبدا بها وكتكون اسم، الكلمه اللي كتبدا بها الجمله وكتكون اسما تسمى المبتدا. اذا هنا محمود المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. تلميذ ولا شكون؟ حسن جدا. خبر حيت محمود الا حبست في محمود مالو؟ مال محمود. اذا باقي ما كملتش الخبر. محمود تلميذ ولا يعني تلميذ، ماشي فلاح ماشي معلم ماشي تلميذ. خبرنا بان محمود هو تلميذ، اذا تلميذ هو خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. باش وصف لنا هذا التلميذ، الوصف اللي عطاه لذاك التلميذ، التلميذ هو مجد. اذا مجد هنا نعت تابع لمنعوته في كل شيء. اذا هنا التلميذ هو الكلمه المنعوته والمنعوت، مجد هو النعت، يعني التلميذ راه مجد، مجد هو نعت. اوجه التطابق بينهم فيما تطابق النعت المنعوت في هذه الحاله هذه، اولا في الافراد كذلك فاش تذكير، نعم تذكير يعني مذكر، حسن جدا، لان التلميذ مذكر، النعت كذلك مذكر، فهمتوا كيفاش هو؟ دابا التلميذ هنا ليس مؤنثا، جاء مذكر، وكذلك النعت جاء مذكر في التذكير. وماذا ايضا؟ في التنكير، يعني انه جاء نكرة. ماذا ايضا؟ في الاعراب. عندنا هذا هو اوجه التطابق بين في هذه الجمله هذه. نمر الى الجمله الاخيره، التقيت بطبيبين ماهرين. اذا التقيت كذلك هنا غادي نشوفوا التقيت بطبيبين ماهرين، هنا المنعوت هو الطبيبين، النعت الذي وصفنا به طبيبين هو ماهرين. اذا بما وصف وصف الطبيبين باش توصفوا انهم ماهرين، اذا هذا هو النعت. نمشيو الاعراب، التقيت فعل ماذا؟ التقيت فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركه. دائما اللي كيتصل الفعل بالتاء المتحركه يكون هو مبني على السكون. التاء المتحركه عفوا ضمير متصل، ملي كنقول متصل ان الضمير اتصل بالفعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الباء اش يكون؟ حرف جر. طبيبين، طبيبين حنا تفرقنا لهذا الدرس سابقا ديال اعراب المثنى. طبيبين اش يكون هذا؟ اسم مجرور علامه جره ماذا؟ باش مجرور حنا كنقولوا اسم مجرور خصو يكون الكسره، ولكن هذا طبيبين علامه جر بماذا مجرور؟ لا بالياء، حسن جدا بالياء، لانه ماذا؟ لانه مثنى. كما قلت ان الاعراب المثنى ان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. اذا هنا طبيبين اسم مجرور بالياء لانه مثنى. كذلك شوفوا مزيان، شوفوا لاحظوا معايا مزيان النعت، جاء كذلك مثنى ماهرين، وما جاش ماهران، جاء كذلك مجرور ماهرين. اذا هنا ماهرين تاع وكان مذكر لا لا اعراب لا لا هنا ملي كيكون الا كان مرفوع لا معليش نسوا الا كان مرفوع كون كان ماشي واحد النعت خصو يتبع المنعوت ديالو في الشكل. ما يمكنش يكون عندي هنا هنا طبيبين
وهنا طبيبة ماهيراني، لأن إلا درت الألف ماهيراني مثلا غير من باب أن هنا إلا درت ماهيراني كيفاش جا هنا كيفاش جا المثنى؟ لا جا مرفوع، باش مرفوع بالألف، ولكن هنا حناش قلنا النعت يتبع المنعوت في كل شيء، خصو ملي كجا هذا مجرور خص حتى هذا يكون مجرور، باش يكون المثنى مجرور خص يكون بالياء، فهمنا؟ إن شاء الله ملي غادي نكمل أسئلته غادي نديروا واحد المراجعة. إذا هنا ماهرينيك نعت تابع لمنعوته كذلك في إعرابي، إذا هنا طبيبين طبيبين ماهرين هو النعت، عندنا وجه التطابق في ماذا تطابق النعت المنعوت في التثنية، في التثنية التثنية هي جوج أول كذا كيفاش؟ في التذكير حسن جدك في التذكير تذكير واش آخر؟ تذكير والتنكير كذلك الإعراب لأن كلهم بالياء هنا الإعراب ما غاديش تبان هنا هاد البلاصة ما غاتبانش إذا غنديروها هنا ما عرفتش غادي تبان الإعراب إذا هنا هذا هو النعت النعت اسم تابع لمنعوته النعت هو اسم تابع لمنعوته يأتي على حسب كيف جاء المنعوت يطابق النعت المنعوت في كل شيء ملي كنقول لك يطابق النعت المنعوت في كل شيء إلا جاء النعت إذا جاء المنعوت مفرد يأتي النعت مفرد جاء المنعوت منصوب يأتي النعت منصوب يعني يطابقه في كل شيء والنعت ما كيقتصرش على الجملة الفعلية فقط بل يأتي في الجملة الفعلية وفي الجملة الإسمية وهنا المنعوت هنا علاش سميناه المنعوت لأنه هو اللي توصف هو اللي يعني المنعوت هو اللي كيتبعو النعت ولكن هذا المنعوت راه عنده الاعراب ديالو كما قلت ماشي كنقولوا هذا كنجيو هنا كنقولوا منعوت حتى تنعرفوه عاد كنقولوا وهو منعوت واش فهمنا كيفاش في هذه الحاله هذه جا مفعول به كنقول مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على اخره وهو منعوت عاد كنقولوا نعت تابع نعت منصوب بالفتحه الظاهره على اخره وهو تابع لمنعوته اذا هذا هو الدرس ديال النعت غادي نمشيو ان شاء الله نديروا القاعده إذا هنا كما تلاحظوا على الصبر عندنا استنتاج أو قاعدة لما شرحنا النعت اسم تابع يصف المنعوت إذا النعت كما قلت اسم تابع هو والتوابع يصف المنعوت كيصف المنعوت والمنعوت هو الاسم الذي يسبقه وهو يتبعه في رفعه وكيتبعه في النصب دياله وكيتبعه في الجر دياله ويطابقه يعني كيكون تطابق يعني تشابه فاش في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع اعتذر هنا والجمع كيفاش انه اذا جاء المنعوت مذكر كذلك النعت مذكر جاء المنعوت مؤنث ياتي النعت مؤنث جاء المعرف ياتي النعت معرف جاء المنعوت نكره ياتي النعت نكره جاء المنعوت مفرد ياتي جاء المنعوت مفرد ياتي النعت مفرد كذلك جاء مثنى ياتي مثنى والى جاء جمع ياتي جمع يعني تطابق في كل شيء واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونتمنى يكون انه شرح ولا انكم تفهمتوا هذا الدرس هذا ويكون الشرح مبسط ولا نضرب لكم موعد ان شاء الله في الحصه المقبله بحول الله.